ماشي اركب. معكش كمان ولا ايه؟ معاك. بصوا انا بشبع عليك. طب البس الكمامة بس الاول بعدين نبقى نتفاهم. ماشي. بشبع عليك. كمامة جديدة لانجا ايه؟ طب مش لابسها ليه يا عم انت؟ انا بختار في ستاني. انت مكلف صحيح ودافع وبتاع. ها؟ ايوه. بجنان. تمام انت كده؟ اه. ها؟ اه. كمامتك قبل توصيلتك يا ريس. صح. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا اسمي شريف عامر. اه زي حضرتك. والله الحمد لله ربنا يكرمك. وبنعمل فقره كده ننزل فيها كل اسبوع كده التاكس. نقابل الناس المحترمه اللي زيك. الله يخليك. ربنا يكرمك ويخليك. شرفني. بس بقى لنا 5 شهور واقفين عشان الكورونا. اه. بس رجعنا بالكمامات. بس كده والمطهرات ما تاخد تطهر لو عايز. انا عامل على فكره. حط يا عم إيه. انت خسران ايه؟ زي الفل كده. فاحنا رجعنا بقى ايه؟ نتعايش. نتعايش فعلا. بس يعني بزياده امان يعني. احنا بنرجع ها؟ والله يعني بص على الشارع ده كله نتعايش عادي يعني. اه بس لازم تلبس الكمامه برضه. طبيعي. ها؟ انت كنت فين بقى ولا رايح فين ولا بتعمل ايه؟ انت اسمك ايه؟ جون. ازيك يا جون؟ الحمد لله تمام. ايه راح فين ولا جاي منين؟ رايح محي الدين شغل. شغل؟ بتشتغل في ايه؟ آه فتح زي مطبعة. الشغل الجامعة داخل اهو يا عم. ايامه سهل. ايامه سهل احنا نتمنى. وتصوير الورق بقى وشغلانة. اه نتمنى يعني الدنيا ترجع زي الأول. اتأثرت قد إيه بقى بموضوع الكورونا ده؟ لا الموضوع بقى صعب جدا. ازاي؟ خصوصا بص هو احنا يعني احنا شغلنا موسم. فالسيزون بتاعنا كان لسه بيبدا او يعني هو احنا متقسم على سيزون في الترم الاول وسيزون في الترم الثاني. اه فالسيزون بتاعنا بدا يشتغل فعلى خوب مره واحده كده الدنيا تمام تاني سيزون الدنيا وقفت خالص. الانترنت كلتكو الايه؟ الانترنت كلكو الاونلاين. الاونلاين ها؟ اه تمام. اه زي انا مش شغال في اللي هو التعليم المصري يعني. اه شغال في ايه؟ في التعليم اللي هو الاي جي والساك. اه تمام. فراح جه قال تطبع لهم حاجات بقى وكده يعني ولا ايه؟ بعمل الكتب بتاعت اللي هي المدرسين اللي هي زي كلاسفايد وال وايه تاني؟ واللبس بيبر والحاجات اللي هي زي كده اللي بيذاكروا منها زي الكتب الخارجيه. زي الكتب الخارجيه بتاعت الشهادات الاجنبي يعني. وتاثروا برضه. طبعا. هو قدموا خلوها النظام بقى ايه؟ اللي هو كله يمشي انترنت. لا كامبريدج اللي هي مسؤوله عن بتاعت الاي جي. قالك احنا بناخد باللي هي عمل السنه. انا عملوا مشكله الحكايه دي كان عملت مشكله كبيره دي. كله لبس بصراحه ظلم غير طبيعي. وعارف الحاجه زي كده ده قلبت الدنيا. ده مش في مصر بس ده بره كمان. بس في دول كانت ناصحه يعني عملت ايه قالت لك لا طب احنا نكمل ليه في الكلام ده؟ طب ما احنا ناجل اللي هي الست شهور والكلام ده ويبداوا نفهم. وخدوا تاجيل؟ وخدت تأجيل كامبريدج يا السنجل بتتحايل عليهم عشان يعملوا كده بس اولياء الامور كانوا عمالين يعملوا مشاكل كبيره قوي عشان يكملوا. وانت شغلانه الطباعه دي شغلانه كويسه يعني بتكسب فلوس كويسه من غير حسد يعني؟ لا لا عادي يعني الاول في الاخر كله بتاع ربنا يعني. الحمد لله ونعم بالله طبعا يعني. يعني الحمد لله. وتستورك يعني والدنيا تمام. بس هي فاهم بتفرق بقى ان انت بتبقى في انهي ليفل في التعامل في الشغل يعني. وامكانياتك يعني كل الحاجات دي بترجع مثلا ان انت قدرتك الماليه قد ايه عشان تعرف تشتغل عشان تعرف تكسب كل ما هتصرف كل ما تكسب بالظبط كده. انت بالك في الشغلانه دي قد ايه؟ دي تالت سنه. تالت سنه كنت بتعمل ايه قبل كده؟ كنت خلصت جيش وبعد كده قعدت رحت اشتغلت في مكتب زي كده برضه. بدات يعني الطريق يعني من نفس المجال يعني. بس بعد كده رحت هو انا عامه ما بحبش اشتغل عند حد يعني. فعملت مشروعك بقى. بعد كده رحت شركه مجد تصوير اتعلمت شويه صيانه عشان دي كلها اوريدي انا هحتاجها طبعا. لميت خبره يعني قبل ما تبدا المشروع. بالظبط كده. طب كويس والله. فالدنيا كانت حلوه يعني. طب الحمد لله. انت كنت دارس ايه بقى اصلا؟ انا اداره اعمال. اداره اعمال. طب يعني انت ماشي واخد طريقك. بس انت يعني فاهم الشهادات دي يعني احنا في مصر يعني عامه وانا كده بس واخد المبادئ يعني عندك المبادئ والشغل حاجه ثانيه انا فاهم. بس ركزت في سكه انت معينه. انا بادئ بقالي كتير قوي يعني بادئ مثلا من 2014 في الحكايه دي.
طب الحمد لله.